السلام عليكم. شوفوا ليكزارسيس 35. الو عطاوني ان مونتاج كونستيتي دان جينيراتور دو كورون اي 1 1 ميلي امبير برانشي افيك ان انسومبل دي ريزيستانس ار 1 ار 2 ار 3 اي ار 4. الو بالنسبه لا بروميير كيسيون قال لك ديتيرميني لي كاركتيرستيك او تي اتش اي ار تي اتش دو جينيراتور دو تيفنا في اونتر لي بوين ا اي بي sans tenir compte de la résistance R4. Voilà. دابا دائما كان دائما فاش جيت ابليكي لو تيرام دو تيفنا دائما كتخلي واحد لو ديبول ما تاخذوش بالاعتبار هذاك هو بيت القصيد هذاك هو اللي غادي يكون طالع عليه لا كاستيون اللي باغيين كما نقولوا نجاوبوا عليها. بحال الا دزنا السؤال الثاني غادي تروماركيو ان قال لك ديتيرميني لو كورون كي ترافيرس R4. فوالا دابا الا بغيت لو كورون لي ترافيرسي لا ريزيستانس ار 4 ما خصش ان ار 4 تدخل في الحساب ديال تيفنا. سينو الا ار 4 دخلت في وسط تيفنا شي ما درنا هاد الكورون رانا تلفناه ما يعني كما نقولوا راه داب في وسط الموديل ديال تيفنا. دونك خصني ار 4 نكارتيها نخليها ابار نعزلها وندير تيفنا على اليسر ديالها. هادشي اللي مسيليكسيوني هذا هو اللي نديرو له تيفنا اونتر لو بوين ا اي لو بوين بي و نسون تونير كونط دو لا ريزيستانس ار 4. نسالي الحسابات ديالي نلقى او تيفنا نلقى ار تيفنا صافي هاد الار 4 نرجعها وفاش نرجعها لو سيركوي غادي يولي تري سامبل غادي يولي عباره عن واش دا او تيفنا ونسيري مع واحد ار تيفنا ونبروشي معاهم هاد الار 4 والكورون اي غادي يكون يعني ساهل انك تحسبو. دونك نجاوبو على السؤال الاول نديرو لي الموديل ايكيفالون ديال تيفنا سون تونير كونط لا ريزيستانس ار 4. دونك نعاودو نرسمو الشيما وما نرسموش الار 4. ار 4 نخليوها مديبرونشي حيت هادشي اللي على اليسار ديال ار 4 هو اللي غادي يعني نابليكيو عليه لو جينيراتور ايكيفالون دو تيفنا. دونك نرسمو المونتاج. دونك عندي ان جينيراتور دو كورون كما قلت لكم كاين هذا الرمز هذا اللي كان نخدم به هنايا وكان الرمز هذا اللي عطينو في ليكزارسيس. دونك نفس المعنى لو جينيراتور دو كورون اللي كيعطي واحد القيمه اي 1 امبوزي ايغالا 1 ميلي امبير. دونك عندي مبروشي افيك اون ريزيستانس ار 1 وعندي اون ريزيستانس ار 2 فوالا دي هنايا لا ريزيستانس ار 3 لو بوين ا لو بوين بي. فوالا دابا هادشي اللي راني راسم هنايا هو اللي خصنا نرجعوه على شكل او تيفنا ار تيفنا. يعني خصنا نرجعوه على هاد الشكل هذا او تيفنا ار تيفنا وهادي لو بوين ا وهادي لو بوين بي. دابا يكونوا هاد الشيما هذا يعني الا شفنا ما بين ا و بي وهذا الشيما هذا الا شفنا ما بين ا و بي غادي يكون كاين تكافؤ بحال صافي. ديك الساعه فاش تكون عندك ار تيفنا او تيفنا رجع داك الشيء اللي كنت قلعت في الاول يعني الار 4 رجعها. وفاش ترجعها هنايا بالنسبه فاش ترجعها على الموديل دو تيفنا غادي يولي الحساب اللي راك تقلب عليه يولي يعني فاسيلمون يعني تجاوب عليه. دابا نبداو نحسبو او تيفنا. شنو كنديرو دائما ملي نجيو نحسبو تيفنا كنشوفو لا طونسيون يو ا بي افيد ورا ديجا شنو هي افيد كما قلت لكم هي ديبرونشي ديك لا ريزيستانس دو شارج اللي في الحاله ديالنا هي لا ريزيستانس ار 4. دونك يو ا بي افيد هي هاد كتساوي او تيفنا اللي علاش رانا كنقلبو. دابا نشوفو كيفاش نجاوبو على نلقاو هاد لا طونسيون يو ا بي افيد قلنا اللي هو او تيفنا. هنا نفس الريزونمون مع التمارين اللي شفناها قبل ان الى روماركيتو ان هاد الكورون اللي غادي ترافيرسي لا ريزيستانس ار 3 هاد لو كورون هذا اللي ترافيرسي لا ريزيستانس ار 3 سميلو اي 3 راه كيساوي شنو كيساوي صفر. فوالا من حيث ان لو سيركوي راه اوفر لان راني خدام دابا في يو ا بي افيد بحال في الحاله تاع ار 4 لو كورو لي ترافيرسي ار 3 نون نول حيت لو سيركوي فيرمي دابا راه نول. الو شنو غادي نستافد بان لو كورو اي 3 لي ترافيرسي ار 3
ايكال ا زيرو، نستافد ان لا طونسيون او بور ديال ار 3 الى سميتها او 3 هاد لا طونسيون غادي تكون حتى هي تساوي صفر. علاش تساوي صفر؟ من حيث او 3 شنو هو او 3 بقانون اوم؟ او 3 هو او 3 كيساوي ار 3 فوا لو كورون اي 3. اي 3 راه ايكال ا زيرو، وبالتالي اي 3 راه ايكال ا زيرو. واضح هنايا؟ او تيفنا شنو غادي يرجع لك؟ غادي يرجع لك هو هاد لا طونسيون او بورن ديال ار 2. غادي يرجع لنا هو هذا. الا سمينا هاد لا طونسيون مثلا سميو له اي زوج، لاحظوا معايا، سميو هاد لا طونسيون سميو لها اي زوج. الا درتو لو دي ماي سمي هاد لو بوين مثلا، هاد لو بوين سميوها سي. لاحظوا معايا، عندك ا وعندك سي وعندك بي. ما بين سي والا كاين عندي لا طونسيون او 3 هو هذا او 3، وما بين الا و بي عندنا او تيفنا، داكشي اللي رانا نقلبوا عليه. وما بين سي و بي عندي لا طونسيون او 2، بين سي و بي عندي لا طونسيون او 2. دابا لاحظوا معايا، او تيفنا الى ابليكيتو يعني لوا دي ماي، او تيفنا كتساوي هاد لا طونسيون زائد هاد لا طونسيون اللي راه بالخضر. دونك شنو غادي تساوي لنا او تيفنا؟ او تيفنا غادي تساوي او 2 موا او 3. او تيفنا شنو قلنا غادي تساوي؟ او تيفنا غادي تساوي او 2 موا او 3، حيت او 2 هاد الفلاش الاولى اللي بالخضر راه جات منطابقه مع او 2، والفلاش الثانيه اللي راهي بالخضر جات معكوسه مع الاي 3. دونك هنا او تيفنا غادي تساوي او 2 موا اي 3، و اي 3 انا عارفه ايكال ا زيرو. اي 3 ايكال ا زيرو، علاش؟ كما شرحناها، حيت اي 3 الى ابليكيت قانون اوم ار 3 في اي 3، و اي 3 راهي ايكال ا زيرو من حيث لو سيركوي راه اوفر. وبالتالي سمو تفهم ان او تيفنا هي او 2. او تيفنا هي اي 2. دابا عندنا هاد اي 2 هنايا هي او تيفنا. فوالا هي او تيفنا، قلنا غير من حيت راه لو سيركوي اوفر، حيت هاد لا طونسيو دابا غادي ابليكي لي ديفيرونس دو بوتونسيال ايكال ا زيرو، بما ان هاد البوتونسيال هو نفسه هاد البوتونسيال. دابا غادي نحسبو او تيفنا، قلنا ولات لي هي لا طونسيون او بور ديال ار زوج. دابا الى عرفت هاد الكورون اللي غادي ترافيرسي ار زوج، غادي نابليكي قانون اوم. واش غادي ندير؟ غادي ندير او تيفنا شنو كتساوي ار زوج مضروبه في هاد لو كورون اللي راه كيترافيرسيها. لاحظوا معايا، انا هاد الكورون اي ان تاع الجينيراتور، هاد الكورون اي ان تاع الجينيراتور اللي كيترافيرسي ار ان، من حيث ان اي 3 ايكال ا زيرو، دونك هاد الكورون اللي يفوت في الار ان هو نفسه اللي يفوت في الار زوج. يعني هنايا ما كيخرج والو، الكورون اللي كيخرج من هنايا راه ايكال ا زيرو. علاش؟ لان ار 3 قلنا راه هاد البرونش ديال ار 3 راه معلق في الهواء، دونك ما يعني سيركوي راه اوفر. وبالتالي لو كورون اي 1 اللي كيخرج بالجينيراتور دو كورون هو نفسه اللي يفوت في الار زوج. بالنسبه للمونتاج الاصلي، لا، المونتاج الاصلي فاش كانت الار 4 عاد مبرونشيه، هنايا كتروماركي ان الكورون اي 1 اللي غادي ترافيرسي الار 1 غادي تقسم، واحد الجزء غادي يمشي عند الار 3، واحد الجزء غادي يمشي عند الار 2. دابا حنا فاش حيدنا هاد الار 4 حيدناها، الكورون اللي غادي يترافيرسي الجزء ديال ار 3 غادي يكون ايكال ا زيرو، حيت السيركوي راه رجع اوفر. دقيق، دارا ولات مفتوحه. وبالتالي الكورون اللي غادي يترافيرسي ار 1 هو نفسه اللي غادي يترافيرسي الار 2. بمعنى شنو عندي هنايا؟ هاد الكورون راه هو اي ان، راه هو الكورون اي ان، الكورون اللي ترافيرسي لا ريزيستونس ار 2 هو الكورون اللي جايب الجينيراتور. دونك شنو غادي نكتبو؟ او تيفنا ايكال، نكتبو او تيفنا ايكال لوا دوم، غادي تكون هي ار 2 فوا لو كورون اللي ترافيرسيها، الكورون اللي راه ترافيرسيها هو اي ان نتاع الجينيراتور دو كورون. واضح؟ دونك نحسبو او تيفنا، شنو يرجع لنا؟ او تيفنا ايكال
اردو شحال عطاوني فيها؟ اردو عطاوني فيها 10 كيلو، ها هي 10 كيلو. اي ان شحال عطاوني فيها؟ عطاوني واحد ميلي امبير. دونك الكيلو والميلي غادي تختزل تولي لي اوتيفنا شنو فيها هي 10 فولت. اوتيفنا رجعت فيها 10 فولت. دابا ها هو صافي سلكنا الاوتيفنا، بقات لي الارتيفنا. الو بقات لي الارتيفنا، غادي نعاود نكوبي هذا المونتاج ونشوف لا ريزيستانس ايكيفالونت ما بين الاو بي ونطفي الجينيراتور اللي عندي. دونك غادي نكوبيو المونتاج. هلا هو دابا نحيدو علينا هاد لي ريبريزونطاسيون اللي راهم هنايا. هلا باش ما يديرونجيوناش، حيت دابا الغرض ديالنا باش غرض ديالنا بسميتو بالار ايكيفالون ديال تيفنا اونتر اي. فوالا دونك عندي هنا لو بوين ا، هنا عندي لو بوين بي. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نشوف لا ريزيستانس ايكيفالونس ما بين ا بي و سنيت في لي جينيراتور. هنا عندي جينيراتور واحد اللي هو جينيراتور دو كورون. هنا عندي جينيراتور دو كورون. الوغ ما معنى تطفي جينيراتور دو كورون؟ هو ترومبلاسي بسيركوي اوفر، حيت الجينيراتور دو طونسيون طفيوه كنا رومبلاسيوه باركور سيركوي، رومبلاسيوه بسلك. هذا لا، جينيراتور دو كورون تطفيه هو تحيدو تخلي البلاصه ديالو تخليها خاويه. تخلي البلاصه ديالو خاوي كيما كتشوفوا. دابا غادي نشوفوا لا ريزيستانس تاع ارتيفنا. دونك ما بين لو بوين ا اي لو بوين بي، اي راه حطينا لو بوين ا يعني بحال هكا، هي لو بوين ا ولو بوين بي لهاد الجي. الو لو بوين ا شنو مرولي معاها؟ لاصقه معاها لا ريزيستانس ار 3. مزيان، دابا لا ريزيستانس ار 3 هنايا عندي لا ريزيستانس ار 3. من مور لا ريزيستانس ار 3 شنو كاينه؟ كاينه لو بوين سي. ها هي مور لا ريزيستانس ار 3 كاينه لو بوين سي. سي شنو ملاصق معاها؟ ملاصقه معاها لا ريزيستانس ار 2. ها هي لا ريزيستانس ار 2. من مور الار 2 كاين لو بوين بي. ها هي مشينا عند لو بوين بي، شو قلنا هادي لا ريزيستانس ار 2. من مور ار 2 مشينا عند البي. سي شنو لاصقه معاها؟ لاصقه معاها ار 1. تسقى معها ار ان، ومن مور ار ان شنو كاين والو. وشنو هو والو؟ هو الانفيني. دونك هنايا هاد السيركوي اوفير راه لا ريزيستانس ديال ان سيركوي اوفير راه انفيني. دابا الا كان عندك هنايا ار اون سيري مع الانفيني غادي تعطيك الانفيني اون باراليل مع ار 2 غادي يعطي هو ار 2. وهنايا راه تقدروا تشوفوها يعني بزاويه اخرى، لاحظوا معايا ان راه هاد الار 3 راهي اون سيري مع ار 2. علاش اون سيري؟ شنو هو التعريف نتاع زوج مقاومات اون سيري؟ الا قولوا عليهم راهم اون سيري الا كان يترافيرسيهم نفس التيار. لاحظوا معايا واش كيترافيرسيهم نفس التيار. الو هذا التيار اللي غادي يفوت في الار 3 واش هو نفسه اللي يفوت في الار 2؟ نعم هو اللي غادي يفوت في الار 2. علاش؟ حيت الكورو اللي غادي يفوت في الار 3 غادي يكون ايغال ا زيرو. لحقاش الار 3 راهي معلقه في الهواء. دابا هنايا راه عندك سيركوي اوفر، وبالتالي ما بين الاو بي راه عندك لا ريزيستانس ار 3 راهي اون سيري مع ار 2. واضح؟ دونك يعني هاد ار ان راه عندك هنايا ما بين هنا وهنا راه عندي بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني مع الار ان كيعطي بلس لانفيني، وبلس لانفيني باراليل مع ار 2 كيعطي ار 2. وبالتالي ار تيفنا في هذه الحاله ار تيفنا غادي تكون غير هي ار 2 زائد ار 3، ما فيهاش كاع ار 1 داخلها كاع. سي بون. دونك شنو يترجع لي هنايا؟ ار تيفنا ايغال ار 2 حلقين كان عندنا فيها 10، والار 3 حتى هي فيها 10. دونك 20 كيلو. فوالا. دابا عندي او تيفنا ار تيفنا، يعني تقريبا كلشي راه يعني ليكزارسيس راه محلول. راه الى رجعنا لهذا المونتاج هذا
دي شفنا يعني الموديل ايكيفالون شنو غادي نديرو. هادشي اللي على اليسار هنايا هادشي اللي على اليسار باش غادي نعوضوه، غادي نعوضوه او تي فنا، يعني ها او تي فنا اون سيري افيك ار تي فنا، وهادي لو بوا ا وهادي لو بوان بي. او تي فنا كنا لقينا فيها شحال في هاد ليكزارسيس؟ هيا قينا فيها 10 فولت، دونك ها هي 10 فولت. ارتفنا يلا حسبناها 20 كيلو. دابا شنو ندير؟ هاد المقاومه ار 4 اللي كنا قلعناها نرجعوا لا ريزيستانس دو شارج اللي هي ار 4. والسؤال اللي كانوا يقلبوا عليه هو لو كورو اللي غادي ترافيرسيها، اوكي قال لك انا في السؤال الثاني ديتيرميني لو كورو كي ترافيرس لا ريزيستانس ار 4. الا شنو غادي يساوي هاد لو كورو؟ غادي يساوي او تفنا مقسوم على ار توتال. دابا سامبليفينا المونتاج، دونك الار توتال شنو هي؟ هي ار تفنا بلس ار 4. واضح؟ شنو غادي تعطينا؟ غتعطيني 10 فولت مقسوم على ار تفنا هي 20 كيلو بلس ار 4 هي 10 كيلو. دونك الريزلت شنو غادي تعطيني في لو كورو اي؟ هتكون هي 10 على 30، يعني هتكون عندي 10 ديفيزي سو 30 ايغال 0.33 ميلي امبير، حيت المقاومه انا خليتهم بالكيلو، دونك الفولت على الكيلو كيعطي الميلي امبير. فوالا، دونك هذا كان فيما يخص لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس نيميرو 35. دونك قال لي غادي نبقى لنا اكزرسيس واحد باش نحبسو مع تيفنا وندوزو لواحد لو تيورام اخرى اللي هي لو تيورام دو نورتون. فوالا، وتا الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.